هناك مطالبة بوجود خطأ. لدينا إنذار لباريدس، إنذار لباريدس. مانغانيولي يحتسب بطاقة صفراء على باريدس، بينما هنا حكم المباراة ما زال يتحدث للاعبي روما. يطرد بعد، نعم طرد لباريدس، طرد لباريدس بعد تلقيه الانذار الثاني. باريدس يخرج مطرودا من هذه المباراة لتتأزم الأمور بالنسبة لروما. إذا طرد، طرد. شوف اللقطة اللي شوف اشترك فيها طبعا باريدس، شوف اعتراض كان على حكم المباراة وبالتالي أخرج البطاقة الصفراء. ومن ثم يعني في هذه اللحظات كانت الكاميرا عوي تكثيف العمل الهجومي، عرضية ممكن، جول! الله كبير ذياب، لابد أن يخرج في هذه المباراة. يسجل لوكاكو لكي يسعد هؤلاء الصغار، لكي يسعد هؤلاء الجماهير التي تترقب في ليلة أخيرة من ليالي الأولمبيكو، في ليلة أخيرة من ليالي روما الجميلة. يظهر لوكاكو، يظهر الذئب الكبير، ما لها إلا ذئب كبير في هذا الموسم. أوهوهو، الله على رأسية، ما لها إلا لوكاكو. هو دائما ما يعيدهم، هو دائما ما يأتي لهم بالابتسامة، من يجلب لهم الابتسامة. لوكاكو حتى من المرمى كفى صمودا يا جنوا، فأن هناك ذئب كبير يترقبكم من وقت طويل في هذه المباراة. ينجع في تسجيل أول أهداف المباراة، وبالتالي هدف تأخر كثيرا ليظهر روما في اللحظات الأخيرة. يسعد الجميع هنا من على مدرجات الأولمبيكو.